ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم زيزو وكران. زيزو جاي من هاند. شباب، في تحديث جديد نزل في فورتنايت وسلاح جديد يا شباب، والسلاح ده سلاح جاذبية، فانا ما شفتش كتير عنه، فدلوقتي هنشوف ازاي بيشتغل. بس قبل بقى ما ندخل، ما تنسوش تجيبوا لكم حاجة ساقعة، عشان طبعا الجو الحر ده محتاج حاجة كده برد عليك. وكمان ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على المقطع. هو شباب معانا اول واحد، وده هو تقريبا يا جماعة السلاح الجديد، سلاح الجاذبية. فا اهو يعني بيشيل كل حاجة عموما، يعني بيشيل عربيات، طيارات، ايا كان اللي تحبه بيشيل لك اي حاجة يعني. وده عندنا ده ينط بيهرب من الفايت. بس شكله هيموت عشان دلوقتي وقع في مشكلة كبيرة. فيعمل ايه بقى؟ ينزل بقى في البتاع دي. ايوه ده كده مش هيموت خالص، كده يعني يحافظ على حياته. بص هو يا لا، بص حط كمان شباب، ده عمل جليتش، ده هيطير عند جزيرة البداية. لا مش معقول، لا يا راجل، لا ده حقيقي، ده بجد اللي انا شايفه ده. ده شكله جاي من المتفجرات، ده شكله هو جاي من المتفجرات. بس بجد يعني اللي حصل والله حاجة غريبة جدا. وده ايه ده كمان؟ اوف، جات له واحدة سنايبر، جات له واحدة سنايبر. معناها ده شكله هاكر ده يا جماعة ولا ايه؟ اللي بيضرب ده شكله هاكر ولا حاجة غريبة اوي. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ اوه نزل نزل كي مات يا خبيك، كنت تخليه موتك بالسلاح يعني. وده الراجل ده بنى حملات. اوكي ده بتاع اللقطات ده لازم يظهر في كل مرة الراجل ده، معرفش ليه. اوكي وات اللي حصل؟ ولا حاجة حصلت يعني، اتخض كده على الفاضي. اوكي ده شايل، ما هيشيل المركب عشان وات عارفة انتوا تكمل يا مدير. اوكي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اوف شال البتاعة دي، هي دي تتشال دي يا جماعة ولا ايه؟ ده أول مرة أعرف هي دي تتشال ولا تهيألي دي طلعت بتتشال فعلا. اوكي واو، جابوا بالسنايبر وهو بيقع. اوف يعني ما جابش الجول بوكس. اوكي ده السلاح ده الجديد في التحديث الجديد، سلاح الجاذبية اسمه جرافيترون، زي الزابترون اللي بتتحذف. اوكي وبيقول هنا برضه هيبقى في حاجة يعني، هيشيلوا تقريبا المنطقة دي او هيسحبوها او هيحطوا منطقة تانية جديدة. عشان بصوا ازاي ايه اللي حصل في المنطقة دي، حاجات كتير اللي حصلت فيها يعني، بقت منطقة غريبة يعني، منطقة حاجات تتشال وحاجات تتحط. وده سكن جديد برضو حطوه في ال اسمه أرينا جنيد تقريبا يعني، أو ده والله ما أعرف، بس هو ايه سكن جديد يعني. المهم ف ده مع ديجل وجاب ده بالكل في الهوا، ده بالكل في الهوا يا شباب. ازاي ده بقى؟ معرفش والله، جاب ده بالكل في الهوا، حاجة غريبة أوي. أوف جابه في السنايبر، جابه في السنايبر. أوكي واو، جابه من تحت، جابه من رجله، جابه من رجله. يا الله، هو عمك الحاج، هو عمك الحاج بيلعب معانا، عمك الحاج. أوكي اوعى يجيبك في القرش، عمال يجري ورا القرش، بيجري القرش وراه. اوكي يا ابني عمك الحاج هيموت، ما تموتش عمك الحاج، عمال يهزر عم الحاج. اوكي ده الفكرة حلوة كويس. اوكي ازاي وات اللي بيحصل؟ ازاي بيرقص بالسرعة دي؟ الفيديو مش متسرع ولا حاجة، ده هو كده
والناس كلها بتتحرك ببطء وهم بس بيتحركوا بسرعة. ازاي ده؟ ده هينط في المية. اوكي نط في المية ومات. ياه نط في المية ومات. ازاي بقى ده؟ اوكي لا ازاي بقى، المفروض ما يموتش والله. جلتشات فورتنايت، جلتشات لعبته هو بيكون من غير جلتشات فورتنايت. اوكي ننزل دروب. لا معرفش انزل، وقع وهيموت. ليه بس كده؟ ليه ليه؟ اوكي هيعمل جيتش. بس بص لو ملاحظين مع كل بتاعها النقطة بتاعها لو ملاحظين يعني. اوكي اوه يا عم ايه الطيران الجامد ده؟ ده الطيران الجامد ده يا شباب، ده طيران جامد اوي ده. بص بص رايح لحد فين؟ ده راح نهاية الأرض. ده خلاص ده أنا شوية وراح اكزيت البداية ولا يخرج برا اللعبة. اوكي كمل اللود ده خد كل حاجة. اوكي المفروض ينزل عندي في المكان ده زي الناس ينزل. اوه ايه دي يا معلم؟ ايه دي؟ هي ايه دي بالظبط؟ ايه اللي جابها دي هنا يا معلم؟ يا عم ايه اللي جاب دي هنا؟ ايه اللي جابها دي هنا بس؟ احنا كنا عايشين في عمل اللي اهو اسمها ذهبي. واو لا كده ذهبي بقى ده، دي مش معقولة، دي مش معقولة ده بيهزر. اوكي سكار ذهبي. وات وات اوف بوم بنفسجي المكان ده خرافي. وات فعلا وات صغيرة. ده يا جماعة خلاص كلكم انزلوا في المكان ده في لوت زي العصر. وايه الحاجات دي؟ ده ايه الحاجات دي يا شباب؟ ايه الكور دي؟ ايه ده؟ ايه الحاجات الغريبة دي؟ محدش عارف عارفها دي. وايه السلاح الغريب ده؟ أنا أول مرة أشوف السلاح ده. أكيد سلاح جديد برضه، أكيد سلاح جديد. وعندنا هنا ده الراجل ده عامل جيتش تقريبا، كأنه عامل جيتش. ده عامل جيتش يا شباب، عامل جيتش اختفاء. ازاي ده؟ ده الراجل مختفي ازاي؟ اوكي ايه المركبة اللي شكلها غريب دي؟ ما يموت بقى المفروض. موت. اوكي الراجل ده النت فصل عليه يعني، معلش والله مسكين الراجل، مسكين يا جماعة الراجل النت فصل. اوه ايه الواحد، ايه الواحد ده؟ اوه يا بطل الراجل فاز في الجيم مع انه الواحد برضه، بس اللي فوقيه مات من الزون يعني حاجة كده. اوكي هي الواحد، هي واحد من الذين فوز. ده ازاي ده؟ مع ان كان ممكن التاني هو اللي يفوز. اوكي خلاص اللي حصل حصل بقى، حصل خير. اوكي اوكي اضرب اضرب اضرب. بعدين اوكي موت. ايوه بالظبط كده حلو. ما انا كان في سلاح بس هو مخدوش. ابتدى يحصل جيتش عشان العربيات دايما مليانه جليتشات، وانا شفنا كتير زي كده قبل كده. اوكي انا عارف والله جليتشات العربيات كتير، بما ان العربيات لسه متضافه جديد اوي، بس هي مش جديده اوي يعني العربيات. بس هو بص بقى هنا المناطق القديمه في السفينه الكبيره دي خالص. ف وات ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ازاي مان؟ What should be done in situations like these? Okay, what should be done in situations like this? معرفش بقول ايه. المهم وقف عمالين يحذفوه وعمالين يدمج ويحطوا حاله. اوكي اوكي ايه اللي بيحصل؟ البنات عمالة تتكسر. ايه الفايتات القوية دي يا معلم؟ في الآخر مات يعني. ايه اللي حصل؟ معرفش والله ايه اللي حصل، حاجة غريبة. اوكي ده فايت زيه بقى ولا ايه ده؟ والله تجي محدش فاهم منها حاجة صح؟ اللي فاهم يبقى يكتبلي تحت التعليقات. مش
محدش مننا فاهم اي حاجه خالص، مفيش حاجه هنا مفهومه. انا فاهم بس ان في واحد عمال يدمج والكل عليه. ايه اللي حصل ده مركب؟ انت لسه يا ابني فاكر المركب؟ المركب خلاص بقت من زمن الديناصورات. المركب راح فين؟ شكلي ان انا قلت ده من زمن الديناصورات فرجع لزمن الديناصورات. شكله ما انا مش هقعد معاك وانا في الزمن ده، انا هرجع لزمن الديناصورات. اوكي شباب، نكون سهل هاد مقطع اليوم، فمتنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويلا سلام.